مصفى شنو اللي يقع في طرابلس وفي الشقيقة ليبيا وانعكاسه علينا احنا من ناحية وخاصة على المعبر، معبر وين وصلت فيها الأمور الآن، معبر راس جدير؟ هو الناس نفصل حداث الباح مع الوضع العام اللي تمر به ليبيا. عند فترة طويلة ليبيا في الزاوية، في صبراطة، في طرابلس، في عديد المدن، في غريان، في برشا أماكن، مغادي، في مصراتة، في الخمس، يعني تقريبا تكررت الأحداث. نظرا نعرفها أن هناك خلافات حقيقية الآن على حكومة بيبا، وخلافات على تشكيل حكومة جديدة، وخلافات على المسار السياسي والمسار الأمني، ويطول حديث. البارحة يعني صراع كان بين طرفين، الطرف الأول معناه هو قوات الردع ومدعومة بالشرطة القضائية بقيادة غناوة الكيكلي من جهة، ومن جهة أخرى قوة الإسناد وقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية. وتم إيقاف مجموعة من الردع بآلياتهم، وانطلقت بذلك معركة حقيقية تبادلت ناقص فجأة، خاصة في يعني محول الفرناج ومنطقة الفرناج هذه قريبة من ملاهي اللي هي والحدائق اللي هي تفتح فيها وتعرفوا أمس ثاني عيد، ويخرجوا الليبيين وتخرج كل الجالية الأجنبية اللي هي موجودة في طرابلس إلى هذه المنطقة بعائلاتها، تفوجهم بإطلاق نار كثيف. الشيء اللي دعاه الوزارة الداخلية والسلطات الأمنية دعوة الناس لالتزام الحذر، وكنا احنا دعينا أيضا جريتنا مباشرة بعد ملي تم إعلامنا من طرف الإخوة الليبيين، وهذه معناها كيف معناها أكيد أنه قنصليتنا العامة وسلطاتنا التونسية انتبهت لهذا الموضوع. بالمقابل يعني صار اجتماع موازي سريع في وزارة الداخلية وفي رئاسة الأركان بقيادة محمد حداد، وأيضا المجلس الرئاسي، وبالتواصل مع الأطراف اللي هي قوات الردع بقيادة كارا وأيضا غناوة الكيكلي وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إطلاق سراح الموقوفين بألياتهم وعودة الهدوء والذهاب إلى حوارات وتفاوض في اليومين القادمين من أجل يعني التهدئة النهائية. وهي معناها يحدث من حين لآخر، الحمد لله ما استأجلناش لا إصابات وفيات في الأطراف الليبي، بعض الخسائر المادية البسيطة. والآن الوضع العاصمة الليبية منذ البارح يعني هدوء، وتتجدد هذه المعارك من حين لآخر للأسف الشديد، تعرفوا حجم أعداد. بالمقابل هذه احنا بالنسبة ديما نبو جاليتنا في الفترة هذه، خاصة ديما ملازمة الحذر، عمالنا ما يخرجوش في الليل، يمشوا في النهار في واضح النهار، ما هوش في الصباح الباكر خلاص. ديما في الجانب هذا ايضا معناها يقع التواصل معنا، ويعرفوا هم قامنا ويعرفوا هم كيفاش يتواصلوا معنا عند اي طارة، وايضا يتواصلوا مع سفارتنا. والوضع العام بالمقابل يعني تعرفوا مرتبط ب تفصيلات سياسية، لكن تأثيره مباشر على المعبر ما عندوش تأثير على المعبر، لا ما عندوش تأثير. وأن المعبر هو يعني مرتبط بجانب شوية أشغال جيولوجستية، أنا أعتقد بشركة على السيطرة على وقتش يحل المعبر. والله عندك احنا تعرف شوف شوف برش في العديد من المواعيد اللي غربوها معنا الأخوة الليبيين، احنا ماشي حدودنا بالبعثة مفتوحة، نستنوا في الساعة الصفر منهم، ما نش متقلقين من الجانب هذا باعتبار ان هم في الجانب اللوجستي شرام برشا معناها شوية أضرار على مستوى المعبر، ثم أشغال قاعدين يقوموا بها. ونعتقد أنه في اليوم القادمين هم تعرفوا اليوم راحتهم الأسبوعية جمعة وسبت، أنا أعتقد من نهاية هذا الأسبوع بداية الأسبوع القادم أنه المعبر يرجع بطريقته العادية. معناها إحنا اليوم رسالة مهمة بالنسبة لي أنا، أعتقد أنه للتونسيين الناس كل، هو انه الناس كل ما نحاولوش ياسر الوضع الامني بشكل انه احنا يهددنا بشكل مباشر او عندنا صعوبات، لا بالعكس نتعامل مع الوضع الليبي تعامل معناها سلس، مسيطرين جزء معين على المعلومه، ايضا هذه الخلافات الداخليه من غادي. بالمقابل احنا ندفع كل الاطراف، لكن ما يعنيش هذا انه احنا احببنا ان كرهنا، مانيش جزء في المشكل لكن جزء في الحل، خاصه انه وقت نشوفوا انه تمركز قوه عسكريه جديده على حدودنا في قاعده الوطيه. هذا اللي أستاذ مصطفى حبيت نسألك عليه هو التحشيد الأمريكي، يقال طبعا نهاية الأسبوع في قاعدة الوطية. أي وذي هو قاعدة الوطية كما تعرفون من سقوط معامل الجلافي، هي يعني سيطرة على أطراف معين، والأطراف هذه معناها هي موالية لتركيا، وبعد موالاة لتركيا اليوم قوات تركية بالاشتراك مع القوات الأمريكية بشكل صريح وواضح تنزل الطائرات طيلة الفترة الماضية،
وهناك بطبيعة الحال أكيد عتاد، أكيد جنود، أكيد يعني مثلا إحنا شنو الجانب هذا؟ إحنا نعتبر أن هذه القوة أجنبية تمركزت على حدودنا مباشرة، تعرفوا أن 27 كيلومتر معنا على بن قرزان وعلى حدودنا مباشرة، وإحنا معنيين بهذه المسألة. هذه معناها جانب دبلوماسي على السلطات التونسية العمل به والتنسيق مع الحكومة طرابلس، باعتبار أنه السماح لقوة عسكرية أجنبية بالتواجد على حدودنا مباشرة. أيضا بالمقابل إحنا نتابع الموضوع بكل حذر، لأنه اليوم الصراع واضح، يعني صراع أمريكي أوروبي آسيوي وروسي، يعني تعرفوا أن الروس معناها يسيطر في المنطقة الشرقية ويوصل حتى عند الشوارف اللي هي تبعد على غريان 120 كيلومتر، يعني غريان تعرفوا تبعد على حدودنا 120، يعني حوالي 300 كيلومتر على حدودنا نجد قوات أخرى. يعني اليوم الصراع الدولي بدأ يعني يتضح أكثر وأكثر، وأنه كل طرف يريد أمن، وما ننسوش أنه حد ما يلزم يتناسى انه ماذا يعني معبر راس الدير بالنسبه للقاره الاوروبيه والقاره الافريقيه وتونس وليبيا والقاره الاسيويه. اليوم اذا كان الناس تحدث في اقتصادين على مثلا طريق الحرير، وانا اعتقد انه هو منفذ طريق الحرير، ولا ربما البوابه الكبيره اللي تربط، وهي اليوم حقيقه يعني انه المنتوجات الآسيوية في كوريا والصين قاعدة تدخل ليبيا، ومن ليبيا تتعدل الدول الشمال أفريقيا، ومن شمال أفريقيا اللي يقع في أوروبا بشكل كبير، وبالتالي عندها تأثيرات كبيرة اقتصاديا، ويعتبروا أنه الصراع هو صراع عسكري. يعني ما حد حد أنه ما نجم يعتبر أن الحدود التونسية الليبية ومنفذ راس الدير تحديدا اللي هو عنده بعد استراتيجي كبير في التوازنات بين القرارات الثلاثة هذه، وأمريكا لا يمكن بأي حال من الأحوال مع الأطراف اللي تابع عليها ومع الأطراف اللي هي متوافقة معها، وهناك اتفاقيات أكيد أنه بين أطراف ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه اليوم صراع حقيقي دولي، وتعرفوا ليبيا معناها بلد ثري، بلد واسع، وأيضا أكثر من واسع ثري، تعرف حتى التاريخين هو بلد استراتيجي في التعامل بين افريقيا واوروبا وافريقيا واسيا. نعم، شكرا لك مصطفى عبد الكبير، مدير المرصد التونسي لحقوق الانسان، كنت معنا مباشره من الجنوب التونسي بن قردان وراس الجدير، والقراءه في الوضع الليبي وانعكاسه على المعبر.